اهلا بيكم، معكم مرعي عادل وفيديو جديد هنتكلم فيه على الساوند ديفايسز او المحسنات البديعيه. Sound devices are elements of literature and poetry that emphasize the sound. يعني هي عباره عن ادوات صوتيه، عناصر بنستخدمها في الليتريتشر اللي هو الادب، وتحديدا البوتري او الشعر، that emphasize the sound، بتركز على الصوت. يبقى احنا بنستخدمها اكتر في الحاجات المعموله عشان تتقري بصوت عالي زي الشعر او الاغاني. تعالوا نشوف بقى ايه هي انواع الساوند ديفايسز. في عندنا كذا نوع. اول نوع عندنا هو الالتريشن. الالتريشن او الجناس هو عباره عن the repetition of initial consonant sounds، يعني تكرار الحروف الساكنه في اول الكلمه، يعني لازم تكون في الاول. زي هنا مثلا Sarah's seven sisters slipped soundly in the sand. هتلاحظوا احنا قررنا حرف الاس في بداية معظم الكلمات هنا، sisters slipped soundly sand، فده كده بنسميه alliteration، ان هو بنكرر الحرف الساكن في بداية كل كلمة. طبعا ممكن يكون في line واحد، في سطر واحد، او ممكن يكون في اكتر من بيت. number two عندنا الconsonants. الconsonants من اسمها هي تكرار حرف consonant، حرف ساكن، anywhere in the world، في أي مكان في الكلمة. يبقى هنا بقى خلاص مش لازم نكون في الأول، هنا بنكون في النص أو في الآخر، فبنسميها ساعتها consonants. فنقول مثلا Tiffany's offensive remarks disturbed Jeffries and the other staff member. فتلاحظ تكرار حرف الاف في معظم الكلمات هنا، offensive أو كلمة زي كلمة Jeffrey أو كلمة زي كلمة staff، فكده ده بنسميه consonants، ولكن هو مش alliteration لأنه ما جاش في أول الكلمة، جه في النص. أوكي، في عندنا كمان النوع اللي بعده هو assonance. طيب الassonance ده زيه زي الconsonance بالظبط، ولكن هو عبارة عن تكرار الفاول أو الحرف المتحرك. يبقى vowel sounds الصوت المتحرك، عذرا اللي احنا بنتكلم على الأصوات، in a line في بيت واحد، أو lines يعني كذا بيت في البوتري في الشعر. فنقول مثلا حاجة زي lake، هنا صوت الـ A، fate، A، base، fade، كلهم اتكرر فيهم صوت الـ A وده صوت vowel، وبالتالي بنسميها assonance اللي هو السجع. تعالوا بقى ننتقل للنوع اللي بعده وهو الـ onomatopoeia. الـ onomatopoeia باختصار هي a word whose sound imitates its meaning، يعني هي كلمة صوتها بيحاكي معناها، صوتها زي معناها، لما تقراها تعرف تفهم المعنى بتاعها. زي مثلا the bee buzzed by my ear. البي اللي هي النحلة، buzz، شايفين الكلمة دي صوتها عامل زي معناها اللي هو طنين النحلة أو صوت النحل، buzzed. برضو مثال تاني كلمة زي كلمة splash، هتلاحظوا هنا ان كلمة splash هي نفس المعنى بتاعها اللي هو الصوت بتاع المية او الترتشة بتاعت المية. اوكي، ندخل على النوع الاخير اللي هنتكلم عليه النهاردة وهو الrepetition او التكرار. A word or phrase، كلمة او عبارة، repeated within a line or stanza، يعني بنكرر كلمة واحدة او حتى phrase، عبارة، في نفس اللاين او في نفس الفقرة اللي هي stanza. فنقول مثلا هنا gazed and gazed، لاحظوا احنا قررنا نفس الكلمة، ده كده اسمه repetition. خلي بالكم كمان في نوع عندنا اسمه الرايم او الرايم سكيم اللي هي القافية او القافية، ولكن احنا هنتكلم عليها لاحقا في فيديو اخر. تعالوا بقى نحل على اللي احنا اتعلمناه. هنقرأ هنا الجملة وهنشوف ايه المثال الموجود من الساوند ديفايسز ونحاول نتعرف عليه. يعني هنا مثلا the clock ticked، حاول كده توقف الفيديو وتختار ticked دي عبارة عن ايه، هل هي alliteration ولا consonants ولا assonance ولا onomatopoeia. ticked، the clock ticked، ايوه تكت ده كده كلمة صوتها زي معناها، وبالتالي دي onomatopoeia. اوكي طيب تعال نشوف اللي بعدها، she shocked the shy girl. هتلاحظوا هنا في عندنا الشا شا شا، تكرار نفس الصوت، الحرف الساكن او الصوت الساكن في بداية الكلمة، ده هيكون ايوه ده كده alliteration. اوكي اخر واحدة mark saw the far car، saw فا كا، نفس الفاول اتكرر عندنا في منتصف الكلمة، فده كده هنسميه assonance. برافو، بكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ياريت ما تحرمنيش من اللايك والشير والكومنت الجميل بتاعكم، وكمان متنسوش تابعوني عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. Thank you for watching. Bye bye.